الرئيس المنتهي ولايته حسن روحاني وسلفه محمود أحمدي نجاد هما أبرز المرشحين المسجلين رسميا لانتخابات الرئاسة الإيرانية. من إجمالي 863 مترشحا مسجلا حتى الآن قبل إغلاق باب التسجيل بيوم واحد، روحاني يطمح لتولي فترة رئاسية ثانية بدعم من الإصلاحيين والمعتدلين، فيما شكل ترشح أحمدي نجاد صدمة للشارع الإيراني بسبب معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي مسبقا لترشحه، ما دفع أحمدي نجاد لإعلان دعمه لحميد بقائي مساعده السابق، غير أن بعض التقارير تقول إن مجلس صيانة الدستور الإيراني قد يرفض ترشح بقائي بسبب اتهامات سابقة في الفساد. بقائي كان أول من أعلن مشاركته رسميا بالانتخابات وقال إنه مرشح مستقل ولا يمثل تيار المحافظين ولا الإصلاحيين، إلى جانب ترشح المساعد الآخر لأحمدي نجاد وهو إسفنديار رحيم مشايي. ويقف دخول أحمدي نجاد في السباق الرئاسي ضد مصلحة التيار المحافظ الذي حسم دعمه لترشح إبراهيم رئيسي المقرب من خامنئي والحرس الثوري وذي النفوذ الواسع في الساحة السياسية في إيران. ويبقى أن كل الأسماء المسجلة رسميا يجب أن تنال الضوء الأخضر بحسب الدستور الإيراني من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون. بشاير المطيري، العربية.